لكن بالرغم من كده 90% فقط هذه الاراضي والمسلمين الموارد. الزراعه النظريه تمارس على مساحه 12 مليون هكتار او 29.5 مليون هكتار، تمثل هذه نقطه مهمه 96.1% من الاراضي المزروعه بالحبوب. الاراضي المزروعه بالحبوب 96.1% هي مساحه الزراعه النظريه، بينما المساحه المرئيه هي 3.2 فقط من المساحه من مساحه الشمس. المحصولين الرئيسيين من الحبوب هم الذره الرفيعه والدخن، وقصب 6% من الفول السوداني والقطن هي من بين المحاصيل النقديه. محصول الحبوب تناقص انخفض محصول الذره والقطن 50 كيلوغرام في اواخر الخمسينات إذا قلل من 2 جرام في عام 2016 2017. الشكل اللي بوريكم بالضبط الانخفاض في الإنتاجية. عشان المزارعين يعوضوا الانخفاض الإنتاجية زادوا في رقعة الأرض الزراعية. رقعة الأرض الزراعية زادت بنسبة 3.71%. الزراعة الآلية تمارس على رقعة أرض تبلغ مساحتها 6.10 مليون هكتار، 17 مليون فدان، وبعض هذه الارض التربه وجهدت من فرض الزراعه. طيب حوالي ربع مساحه السكان هي الاراضي العربيه، وقد اشار الجهد العالمي للموارد الغابيه 90 ل 95 لمنظمه الاغذيه والزراعه العالميه الامم المتحده الى انخفاض القطاع الغابي في السودان لاكثر من 40% من مساحه الارض في الستينات إلى 27% فقط من مساحة الأرض في بداية الألفية، قبل أن تنخفض أكثر إلى 3 من 10 في عام 2015. هذا بعد انفصال المنطقة. لاحظوا هنا خريطة السودان، الجزء الأصفر هو الصحراوية، الجزء البرتقالي هي الأراضي تحدثنا في الجزء الاول عن الاراضي فقط الزراعه، تحدثنا عن المياه. الموارد المائيه يملك نصيب الفرد السدد من المياه المتوفره في السودان 600 متر مكعب. الشيخ فور هذه الامانه. للاسف لا يزيد كثيرا عن هامش قدره المياه او فوق المياه. هامش فوق المياه 1000 متر مكعب فقط. تعتبر مصادر المياه العذبة السطحية الرئيسية الصالحة للشرب في البلاد عابر الحدود، وهي تشمل 44% من حوض النيل الذي يشارك السودان مياهه مع 10 دول أخرى، وتتم أيضا مشاركة العديد من مصادر المياه الجوفية مع الدول المجاورة. على سبيل المثال يشارك السودان مصر وليبيا تشارك حوض الحجر الجنوب الرملي. السودان برضه عنده نصيب كبير من البحر الأحمر وتمتد سواحله على مساحة كيلومتر بما في ذلك الخديان والمرس. نزلنا في المياه. يوفر نظام نهر النيل 73% من امدادات المياه العذبة السنوية في السودان. بناء على اتفاقية 1959 يحصل السودان على 18.5 مليار متر مكعب من نهر النيل. محطة القياس لهذه الكمية في أسوان في مصر. هذه الكلمة تعادل 2.5 مليار في السودان قبل فقدان المياه في النقل بسبب التبخر. البديان والخيران الموسمية غير متصلة بالنيل أيضا من المياه العذبة، فضل الآن من المياه العذبة، وهي تساهم ب 5.5 مليار متر مكعب. إذا جمعنا المياه السطحية كم 6.2 مليار متر مكعب. ايضا الخيارات الطبيعيه المتاحه والاراضي الرطبه والحقائب من المصادر الهامه للمياه العذبه تبلغ سعه مصادر تخزين المياه الجوفيه 6.5 مليار متر مكعب، وتعاد التغذيه بتاعتها 2 مليار متر مكعب. تعد طبقه المياه الجوفيه للحوض النوبي لتكوينات الحوار مصادر رئيسيه للمياه الجوفيه في السودان.
مؤلف ذلك المحور الاول الذي تحدثنا فيه عن السودان، عن السودان بس عن محورين اساسيين عن الارض والماء. سنعطي فكره بسيطه جدا عن التغير المناخي. اتفاقيه التغير المناخي اتفاقيه الامم المتحده للتغير المناخي تعرف التغير المناخي بان التغير المناخي الذي يلزم بشكل مباشر او غير مباشر الذي يغير تكوين الغلاف الجوي العالم بالاضافه الى التقلبات المناخيه الطبيعيه التي تغير المناخ واحد من التحديات البيئيه الكثيره بس في المستقبل ويؤدي الى ارتفاع حريه مستوى البحر ويرتفع الدور المائي ويؤدي ايضا الى زياده تمكين حالات البيئه المتقدمه النقاط والبنات من اهم التحديات زياده انتاج وافراز مستويات المناخ في الغلاف الجوي كانت تتكلم عن مدى انهيارات السماء بسبب الانشطه المناخيه، لكن متوسط نسبة من 10 مع ثلاثة مع السبع السماعين في اوروبا زادت العوامل الوسيلية الانشاء اكثر فاكثر من تركيز ثاني اكسيد الكربون في الغلاف الجوي من 278 جزء في المليون تقريبا الى 400 جزء في المليون اعتبارا من 2016، وده وفقا لاتفاقيه الامم المتحده الاطاريه بشان تغير المناخ. طبعا ده بالاضافه الى زياده كبيره اخرى في تركيز غازات دفيئه اخرى اقوى بما في ذلك الميثان واكسيد النيتروجين. من المهم جدا ان نعرف ان التعامل مع اثار تغير المناخ ليست مشكله بلد واحده، وانما مشكله الكوكب كامل. وده بيدفع الجميع ان يعدل فهمهم عن الكيفيه اللي تستطيع بها العلوم والتكنولوجيا تواجه بعض تداعيات التغير المناخي. من اكثر تاثيرات التغيرات المناخيه شده الارتفاع العالمي في معدلات نموذجه المياه ونقص الاغذيه وفقدان التنوع الحيوي وزياده وتيره الكوارث الطبيعيه الناجمه عن تغير المناخ. ويساهم ارتفاع درجه الحراره غير المعتاد والطقس الذي لا يمكن التنبؤ به وقصور الامطار القصيره للغايه في ندره المياه في العديد من المناطق. ايضا يؤثر تاثير كبير على النظم الزراعيه والسلاسل الغذائيه الدوليه لا سيما على صغار المزارعين ومربو المواشي. التخفيف من شده تغير المناخ هو الهدف الطويل الامد الذي يحتاج الى نهج نهج وتكنولوجيا متنوعه ومتعدده. طيب المحور الثالث سنتحدث عن تدابير التكيف والتخفيف التي اتخذها السودان. للاسف يشير مؤشر التكيف العالمي ان السودان من بين البلدان الاكثر عرضه لتغير المناخ في العالم. السودان بيحتل المرتبه 179 من 185. طبعا نمره واحد هو اكثر تكيفا ونمره 185 هو الاقل، نحن يعني هنا نتحدث. وفقا لخطه العمل الوطنيه للتكيف في السودان واول ابلاغ وطني لها لاتفاقيه الامم المتحده الاطاريه بشان تغير المناخ، تم تحديد قطاعات الزراعه والمياه والصحه ثلاثه قطاعات باعتبارها القطاعات الثلاثه الاولويه القصوى الاكثر عرضه لتغير المناخ وتقلبه. بالاضافه الى ذلك تشير دراسات الهشاشه التي وجدت كجزء من خطه العمل الوطنيه في السودان الى ان القطاع الزراعي التقليدي المطري داخل السودان هذه نقطة مهمة، لأن هذا القطاع الزراعي التقليدي المطري أكثر بحثا يعتمد أكثر من مسؤولية السودان القطاع بشكل مباشر على الموارد الحساسة للمناخ لكسب معيشته. من المهم جدا أن نركز أن هذا القطاع مسؤول عن 96% من إنتاج الحبوب اللي هو إنتاج الذرة الرفيعة والدخن. تشمل التحديات التي يواجهها الثلثي على السكان في السودان الفقر المدقع، محدودية الوصول إلى رأس المال بما في ذلك الأسواق والبنية التحتية والتكنولوجيا وسوء إدارة الموارد الطبيعية وتدهور النظم الإيكولوجية والكوارث والصراعات المعقدة، وقد أثرت هذه بدورة سلبا على السكان وأضعفت قدرتهم على التكيف، وبالتالي زادت من تعرضهم لتغير المناخ المتوقع. السودان عانى لسنوات طويلة من عدة مشاكل بيئية، وقد أصبح التصحر من بداية الآفات القديمة والمحظورة
نتكلم عن البروف بعدين، ومداد الآفات ومشاكل النفايات الصلبة، رداءة مزمنة، وأقل استجابة للتدابير السياسية والمؤسسية الحالية. لكن في النهاية التصحر بيعتبر هو أسوأ التأثيرات. فبالرغم من أن حجم الصحراء في السودان ليس واضحا، تقديرات منظمة الأرض والزراعة بتقول أن الصحراء وسيم الصحراء في السودان تمثل 60%، لكن الزراعة والغابات تقدرها ب 72%. برنامج الأمم المتحدة للبيئة سنة 2007 قال أن الصحراء قد تقدمت جنوبا بمقدار 200 كيلومتر خلال الفترة من 1935 إلى 2000، بينما تقدر مصادر أخرى التوسع جنوبا للصحراء بما يتراوح بين 45 كيلومتر. نقطة أخيرة عن الرعي الجائع، يمثل مشكلة كبيرة ما عدا الماشي في البلاد الذي يفوق بكثير قدرة الحمل للبلد. وقد أصدرت الدراسات أن الرعي الجائر كان مسؤولا عن الأضرار التي لحقت ب 74% من الأراضي المتدهورة في السودان. أيضا إدارة الغابات سرق وسوء طرق زراعة المحاصيل مسؤولة أيضا عن توسع التصحر واستمرار عدد الماشية في السودان موجودة على يسار. طيب كمان الامكان في السودان محدوده يمكن القيام به للتقليل من التعرض للتغير المناخي، الا انه بذل جهود جاده كما شرح في سلسله من التدابير لمساعدته في التكيف مع تغير المناخ. نوضح هذه التدابير في مجال الزراعه، نتكلم عن مجالين اثنين، مجال الزراعه ومجال المياه. في مجال الزراعه تنويع المحاصيل وادخال اصناف محسنه مقاومه للجفاف وسريعه التنضج، واعاده تاهيل محطات الارصاد الجويه في البلاد لتعزيز انظمه الانذار المبكر، واستهداف مصادر بديله للمزارعين، وادخال الزراعه الغابيه في المناطق المعرضه لتغير المناخ، وزياده مشاركه المرأة والشباب في التكيف مع المناخ والحفاظ على البيئه، وايضا زياده مرونه مشاريع التنميه القائمه في مواجهه تغير المناخ، ادخال احدمه الحمايه الحجاريه والاشجار لتقديم الاقتصاديه العاليه واصلاح حزام الثمره العربيه. المراقبه المنتظمه لامراض الحيوان من خلال تحسين المراقبه وانشاء حظائر مسيجه او مزارع الماشيه، واجراء بحوث متقدمه حول اثار تغير المناخ على المراعي، وبذل جهد وطني مشترك لتقييم اثر تغير المناخ على الموارد الطبيعيه. 12 اداره الاستدامه للمنطقه الرعي وتحسين انتاجيه الحيوانات وتحسين الخدمات البيطريه في المناطق المعرضه للخطر. في مجال المياه، الإدارة المتكاملة لموارد المياه لتلبية التحديات المستقبلية نتحدث عنه، السودان يعاني الآن أساسا من مشكلة في المياه المتاحة بالنسبة للأفراد. عدد السكان سيزداد بالتأكيد، سنحتاج إلى إدارة متكاملة لموارد المياه، ونحتاج إلى حصاد المياه لمساعدة المجتمعات الضعيفة وإنشاء أو تجديد المضخات اليدوية وشبكات إمداد المياه في المناطق الريفية لتأمين إمدادات مياه الشرب. ايضا تشجيع البحوث في اثار تغير المناخ على قطاع المياه، وزياده محطات قياس المطر لرصد التغيرات في هطول الامطار، وانشاء صندوق ائتماني صغير لدعم المشروعات الصغيره. ناتي الى اهم جزء في الورقه، هي تحدثنا في الجزء الاول عن الاشياء النظريه، تحدث هنا عن الشيء العملي، ماذا فعلنا؟ تقنيات واليات التكيف والحد من اثر التغير المناخي، بنستعرض في الجزء ده سبعه إن شاء الله. سبعة مشاريع. المشروع الأول المشاركة في منظومة السياج الأخضر الأفريقي العظيم، ومشروع السياج الأخضر الكبير لأفريقيا، هو مشروع أفريقي استراتيجي لمساعدة البلدان الأفريقية للحد من خطورة الزحف الصحراوي الذي يهدد مجموعة دول الساحل والصحراء. تحدثنا وقلنا أن التغير المناخي ليس مشكلة بلد ولكن مشكلة عالم. هذا أحد المشاريع التي تجابه هذا التغير المناخي في عدد من الدول. المشروع بيقوم على دمج تشكيلات نباتيه محليه ومصطنعه ووحدات رعويه وحظائر حيوانات، فيما يسهم كثيرا في ايجاد التنوع الحيوي ومكافحه الفقر ومحاربه البطاله وخلق مشاريع صغيره تستوعب ايدي عامله. السياج الاول من نوعه لعدد 11 دوله افريقيه، هي السودان وموريتانيا والسنغال ومالي والنيجر ونيجيريا وجيبوتي واثيوبيا وبوركينا فاسو وإريتريا وتشاد. أهمية السياج تأتي أنه بيعمل حاجز من الغطاء النباتي يساعد في وقف تقدم زحف الرمال والتصحر عبر دول جنوب الصحراء،
وذلك من خلال تفجير وزراعة أحزمة خضراء متعددة الأنواع تمتد من موريتانيا إلى جيبوتي بطول 7000 كيلومتر وعرض 15 كيلومتر في المناطق التي يبلغ معدل هطول الأمطار فيها من 100 ل 400 مليمتر في السنة، والواقع ضمن المنطقة الصحراوية الساحلية. السودان هو أكبر دولة يمر بها مشروع السياج الأفريقي بنحو 1250 كيلومتر. ويواجه السودان غيره من البلدان مخاطر ظاهرة السحب الصحراوي وموجات الجفاف والتصحر، من فعل هذه الظاهرة تحولت ملايين الأبنة من أراضي صالحة للزراعة إلى صحاري جردة. التدخل الثاني هو التحول إلى الزراعة الغابية. هناك إمكانيات كبيرة للتحول للزراعة الغابية من خلال تحويل المحاصيل في الحقول المفتوحة إلى الزراعة الغابية، حيث الأشجار تكون أشجار متباعدة تعمل على حماية التربة ويساهم في تجديد خصوبتها بسبب الأوراق التي تتساقط على دقيقتين الأرض. يا دقيقتين بس لا ما عندي، عندي فضل لي خمسة حاجات دقيقتين ربع ساعة دقيقتين ما عندي والله دقيقتين. قلنا في هذه أنه تساقط الأوراق يعتبر مدخلات مغذية للتربة والتصدير الجزئي. دقيقة هرجع. طيب المشروع الثالث هو التخفيف من وضع تغير المناخ والتكيف معه في حزام الصنغ العربي. يعد مشروع الأصماغ من أجل التكيف والتخفيف من آثار التغير المناخي في السودان، هو أول تمويل في إطار الصندوق الأخضر للمناخ تمت الموافقة عليه فيما يعرف بإقليم الشرق الأدنى وشمال أفريقيا لدى منظمة الأغذية والزراعة. المشروع يسعى إلى تعديل قدرة أصحاب الحيازات الصغيرة في الأرياف على الصمود في وجه تغير المناخ في ولايات شمال وغرب جنوب كردفان من خلال الزراعه الغابيه للصمغ المقاوم لتغير المناخ واعاده تاهيل المرايا. المشروع بيقدم دعم لاعاده تاهيل 75 الف هكتار من نظم الزراعه الغابيه للصمغ لاصحاب الحيازات الصغيره، و50 الف هكتار من الاراضي المتداخله لمواجهه تحسين سلاسل قيمه الصمغ لدى اصحاب الحيازات الصغيره. المشروع الرابع استخدام بذور القمح المتكيفه مع المناخ. دعوا بس دقيقتين بس. نظرا لسمه تحمل الحراره المدمجه في انواع القمح المحسنه تم زراعه هذا المحصول في مواقع جديده في مدارك منطقه الساحل والصحراء ومن ضمن السودان طبعا، وادى تطوير اصناف القمح المتحمل الحراره الى زياده انتاج القمح في منطقه الساحل التي تميز بارتفاع درجه الحراره بين 33 و36 درجه مئويه. الاجهاد الحراري والجفاف في اكثر الضغوط التي تؤثر على القمح خاصه في مرحله الاكثار اثناء الازهار وبلع الحبوب، مما يؤدي الى انخفاض محصول الحبوب او حتى فشل المحاصيل. طيب الاصناف دي بتحمل درجه حراره تصل الى 4 درجات مئويه اكبر من الاصناف السابقه، وتوفر ميزه حقيقيه عند الزراعه في المناطق المعرضه للحراره. الدراسات افادت انه اذا حصل زياده في درجه الحراره بمقدار درجه بيحصل انخفاض في المحصول من 3 ل 10%. اما اذا وصلت الى 4 درجات فالمحصول بقل بنسبه التل تقريبا. هنا عندنا هذه البذور تتحمل ال4 درجات، ومع ذلك انت يعني احنا بنكسب تلت المحصول في كل مره. الخريطه دي فيها مناطق زراعه القمح في السودان. النجاح في زراعه القمح له اثاره على السياسات من خلال اقناع صناع القرار في البلدان بان المنتج المحلي للقمح هو حل للاعتماد على واردات القمح. ولاحظتوا هنا في الدياجرام ده ان السودان محتاج ل 3.5 مليون طن قمح، لانه انتاجه لا يتعدى السنه دي بالذات 476 الف طن. المشروع الخامس، خلينا لنا مشروعين بس. المشروع الطارئ لانتاج القمح في السودان هو احد المشاريع التي تهدف الامن الغذائي باستخدام بذور متكيفه مع المناخ
المشروع ده بينفذه بنك التنميه الافريقي وينفذه برنامج الغذاء العالمي بالتعاون مع حكومه السودان. المشروع بيهدف الى زياده انتاج القمح وانتاجيته في السودان للتخفيف من تاثير الغزو الروسي الاوكراني على الامن الغذائي ومساعده السودان على تحقيق الاكتفاء الذاتي في انتاج القمح على المدى المتوسط وتحول الى دوله متصدره على المدى الطويل. وذلك من خلال التسليم على نطاق واسع للبذور عاليه الجوده المعتمده من الاصناف المتكيفه التي تحدثنا عنها قبل قليل والاسمده وخدمات الارشاد. من المتوقع ان يعزز المشروع انتاج القمح من 630 الف طن حاليا الى 1,520,000 طن خلال سنتين. قلنا المشروع سينتج 891,000 طن زياده، اي ان الزياده حتكون بنسبه 241%. المشروع السادس هو مشروع مهم جدا في دارفور، مشروع انشاء سد في القرى السودانيه لجمع مياه الامطار الشحيحه تساعد في مواجهه الجفاف والصراع. منطقه دارفور شهدت العديد من موجات الجفاف من سبعينيات القرن الماضي، مما كان له عواقب طويله الامد على المجتمعات التي تقوم الى حد كبير بالزراعه وتربيه الماشيه. وادى نقص المياه الى اندلاع القتال في المسمى باول صراع لتغير المناخ في العالم. لمواجهه نقص المياه وتعزيز السلام، اطلق برنامج الامم المتحده للبيئه في 2013 مشروع متكامل تحسين اداره المياه في منطقه مستجمعات المياه حول وادي الكو. ويمر هذا الممر المائي الموسمي عبر شمال دارفور، يدعم 700,000 شخص بما في ذلك العديد من الذين يزرعون البطيخ ومجموعه متنوعه من الخضروات. المرحله الثانيه بدأت بتمويل من الاتحاد الاوروبي في عام 2019 بالشراكه مع الحكومه السودانيه ومنظمه براكتيكال اكشن، وهي منظمه غير حكوميه، واستفاد منه 120,000 اسره معيشيه. ويعد هذا المشروع جزء من جهد اكبر لبرامج الامم المتحده للبيئه لمساعده المجتمعات في البلدان الناميه على التكيف مع تغير المناخ. طيب، في نقطه مهمه جدا قبل ما نمشي نجري طيب هذا النقطة المهمة. طيب النقطة المهمة أنه هذا المشروع قال مدير المشروع عبد الله حامد، قال المشروع ده علمنا دروس قيمه. احد هذه الدروس هو انشاء هيكل حوكمه قوي لاداره الموارد الطبيعيه. قد يؤدي في البدايه لابطاء التقدم ولكن يؤتي ثماره على المدى الطويل، خاصه في اوقات الازمات مثل نشوء الصراع المستمر. هذا المشروع بالرغم من الصراع الذي حدث السودان في 15 ابريل لا زال مستمر، لانه اصحاب المصنع الحقيقيين الموجود على الارض اكثر من المشروع. طيب المشروع الاخير اعاده تاهيل منطقه متدهوره في ولايه شمال كردفان في السودان، ودي قصه نجاح مهمه جدا في مجال مكافحه التصحر في منطقه شمال كردفان. المشروع ده هو مشروع رائد يتعامل بالتعاون بين المركز العربي لتنسيق المناطق الجافه والاراضي القاحله الافساد ووزاره الزراعه والغابات. المشروع هدفه الرئيسي تطبيق نموذج إعادة تأهيل منطقة متصحرة بحيث يكون العائد من السودان مقابل للنقل والتطبيق في مواقع أخرى، على فرضية أساسية هي المشاركة المجتمعية الكاملة في كل خطوات الإعداد والتنفيذ. المشروع نفذ على مدى 3 سنوات في مساحة 1500 هكتار، كل سنة كان بيتعمل في 500 هكتار، ونفذ في منطقة أم جمر. النشاطات السائدة في هذه المنطقة هي نشاطات زراعية خاصة للزراعة المطارية وتربية الحيوان. الاجراءات التي هذه تفصيل الاجراءات، تعمل اجراءات حمايه ثم تعمل بعد ذلك نشر مباشر للبذور والتشكيل للمواد الرعويه، ثم استزرعت الغلاف الغابيه وتم تثبيت الكثبان الرمليه على مرحلتين، المرحله الاولى تثبيت ميكانيك والمرحله الثانيه تثبيت حيوي. وفي نهايه الموضوع حصلت اثار ايجابيه للمشروع
انه حصل فوات واضح للرمال الواحد وتغير ملحوظ على سطح التربه وانخفاض في سرعه الرياح وتغير في سلوك الافراد. ونمط البناء حيث اتجه المجتمع المحلي للبناء باستخدام الطوب الرملي مما قل عمليه قطع الاشجار لاغراض البناء. وفي نهايه الموضوع زياده الطاقه النباتيه للوضوح نتيجه اعمال اعاده التاهيل بعد ان كانت الارض اسوده تصحر. اخر شيء بوحظ عوده التعاقد النبات الطبيعي وان المجتمعات المحليه قامت بنقل هذه التقانات الى مناطق اخرى في الولايه. وايضا المشروع ده حفز المؤسسه الوطنيه والاقليميه العامله في المنطقه على المساهمه في دعم المشروع لما لم يشوفوا من نتائج ايجابيه. واخر شيء يستخلص من الاثار الايجابيه للمشروع ان النظام البيئي في المنطقه يسير نحو الاستقرار ما يدل على نجاح الفعاليات المنفذه والتقنيات المطبقه. وجدير بالذكر ان انشطه المشروع نفذت بمشاركه شعبيه مميزه من قبل السكان المحليين. ومن المؤكد ان مردود المشروع هو مردود بيئي ومجتمعي طويل الامد. شكرا جزيلا. شكرا باشمهندس محمد عبد السلام على المعلومات السره، وبنعتذر بان ضغطناك على اساس انك تخلص المحاضره. بس الناس القاعه تاخذ لنا زي ربع ساعه زياده، فما في مشكله هسي نقدم الورقه الثانيه، وبعد الورقه الثانيه ما تنتهي نفتح باب النقاش لمده ربع ساعه. اوكي. الورقه الثانيه بعنوان التغير المناخي والأثر المتوقع على أنواع عشائر الحشرات. الورقة مقدم الورقة بروفيسور نبيل حامد حسن بشير، رئيس الجمعية السودانية لإدارة الآفات، مستشار ومشرف مشروعات مجموعة شركات الشركة التجارية الوسطى، أستاذ ودكتور ومشرف على قسم الحشرات الطبية ومكافحة النواقل معهد النيل الأزرق الوطني للأمراض المعدية جامعة الجزيرة، الأستاذ والدكتور بقسم مبيدات الآفات والسموم بكلية العلوم الزراعية السودان. مرحبا بك بروف. المنصة عندك. السلام عليكم ورحمة الله. بسم الله الرحمن الرحيم. ايوه يا دكتور، يعني قطري جزء كويس جدا من ال قطري جزء كويس من المناخ التغير المناخي. وانا حد فيه فكره سريعه، هو شغال ولا فيه؟ وطبعا الموضوع عن الـ expected impact للـ climate change على الـ insect populations، العشائر بتاعت الحشرات سواء كانت زراعية أو طبية. شيطة. فأنا بقول المتوقع، الأثر المتوقع، يعني لحد الليلة ما في زول قدر يقول 100% هيحصل كده. أنا هديك بعض البوينتس وأخليك أنت تقيم البوينتس دي، وبعد ذاك تتخذ قرارك هل الكلام ده هو هل هيحصل ولا ما هيحصل. لأن ده تنبؤ، وتنبؤ ما تنبؤ بتاع نبي ولا تنبؤ، ده جاي من educated guess، تخمين مبني على فهم العلم. فأنت برضه فكر معي بنفس الطريقة. فالتغير المناخي حتى عالميا حقيقه، ما في جد بيقول والله ما في تغير مناخي، بيقول ما في تغير مناخي ده معناته ما عايش معانا. عندك من سنه 1850 لحد سنه 1000 لحد 2023 عندك هنا في درجات الحراره التغير فيها من ماينس 2 لحد ما وصل زيرو. حتى نحن في 1.4 يوريك احنا سوينا في 2016. اربع منظمات عالميه الفوق دي، ناسا وهادلي وايرلند كله، وروك التغير هنا من 0.6 لحد ما وصل من زيرو كل سنه لحد ما وصل حسه الى درجه مئويه كامله. شوف احنا هناك وصلنا وين في تغير درجه حراره، حتى احنا وصلنا لدرجه حراره 1 سنتيجريد زياده عن زمان.
شوف زمان عندك قبل 21 ألف سنة البنول بيجاي دي كانت درجات الحرارة في الكرة الأرضية، يعني في فوق عارف في المؤشر الفوق من ماينس 12 لحد دي ما تصل للزيرو أخذ قدر كم؟ 21 ألف سنة. أمسك في الجزر في النص 6000 سنة قبل الآن درجات الحرارة بقى عندك موزعة في المناطق المختلفة بالأصفر والأحمر من زيرو إلى 1 تو نور. أمسك إحنا هسه وين؟ آخر واحدة لحد سنة 25 الأحمر ده كله ورثنا إحنا في الصيد اللي هناك في المنطقة الخطرة جدا في ارتفاع درجات حرارة رهيبة. حصل شنو؟ الجليد كله ساح، الكائنات الحية تحت ما قادرة تمشي، حبايب وحرايق وكلكم شفتوا الحرايق اللي قامت في استراليا وقامت في تركيا وقامت في اليونان وامريكا المنطقه الغربيه دي كلها. الدخاخين تحت المصانع اللي انتشرت في كل المدن الكبرى. الحرايق تحت الغابات ده كله ده بوليوشن. الحبوب بتاعتنا جاي من وين؟ حبوب. وهسه اسمها حبوب في الدكشنري تلقى حبوب مكتوبه. المدن كانت كيف الخضره فيها هتبتدي تتشدد كلها وتصل الى المراحل دي. فيضانات وكلكم شفتوا ده في السودان وده حصل فلوس. دي بنسميها الاكستريم كيس، حالات طارئه الامرجنسي، ودي النتائج بتاعتها موت الكائنات الحيه المختلفه وهكذا. الدكتور ورانا الفيجيتيشن الوضع النباتي بتاع السودان، تمسك من فوق الرمادي ده دي الصحراء كامله، وبعد ذلك تبتدي تتدرج الى المناطق الى المحلات الغابات الى محلات الاكاسيا الى اخره. ما تتوقع انه ده حيستمر؟ ده خلاص من هنا وماشي تتوقع تغيرات رهيبه جدا في الخريطه دي. ما تقول الصحراء دي قد تندرج غابات، وقبل 20 30 40 في سنه كانت غابات. المناطق الممطره ما تتوقع انها حتكون ممطره وتكون جافه وتزيد الامطار فوق، ده كله ممكن يحصل. طيب التغير المناخي من ناحيه انه كارثه فهو كارثه. عندك الكوفيد عمل مشاكل رهيبه جدا في السنوات اللي فاتت، خلعكم ولا حاجه. الكوفيد شنو الكوفيد؟ وراه جاي شنو؟ الايكونوميك ريسيشن، كساد اقتصادي رهيب جدا. الكلايمت تشينج اقوى من ده كله. It's a serious problem. الناس حقوا تفكر فيها بانك انت يا اخي from now on انت تقعد تاني وتبتدي to build up your own idea. طيب لما نقول مناخ كلايمت، الكلايمت هو عباره عن متوسطات الطقس. الطقس حاجه والكلايمت حاجه. الطقس هو الويذر. لما تجيب المتوسطات تحت السنوات المعينه ده اسمه كلايمت للكره الارضيه كلها. لكن لما اقول ويذر ممكن الويذر بتاع الدوحه غير الويذر بتاع الرياض غير الويذر بتاع حتى. في تغير عالمي جلوبال تشينج، ده في مدى واسع من التغيرات الطبيعيه بتاعت الطبيعه. بتتغير الطبيعه بتتغير، لكن معاها انشطه الاكتيفيتيز بتاعتنا نحن صناعه وزراعه والى اخره. دي بنسميها انثروبوجينيك، انثروبوجينيك اكتيفيتيز، انشطه بنعملها نحن كبني ادمين. ربنا سلمنا الكره دي نظيفه، الارض دي لما قال لكم اهبطوا اليها تلاقوا كلها نظيفه. بدأت تعملوا في الانشطه الزراعيه والصناعيه الى اخره، عملت التغيرات الحاسه عملت لنا. يعني التغير المناخي ما نحن سويناه، ما كده جاء منزل. يبقى التغير في المناخ ده مع مرور الزمن راجع لشنو؟ راجع لو في تباينات او تغيرات طبيعيه، طبيعيه ناتشورال وانشطه بشريه هي انثروبوجينيك اكتيفيتي. لكن كل الجلوبال وورمنج ده او ارتفاع درجه الحراره في ال 50 عام الاخيره دي راجعه لنا نحن، نحن السبب فيها. ما فجاه كده جال يعني قال انا اقدر اغير المناخ. حصل شنو؟ يعني نقول تغير مناخي، في ارتفاع كبير جدا في الاكاسيد اللي احنا النيتروجين دي كلها جايه من اخر الورقه اللي قبل شويه. وغاز الميثان وحسب بقى ممنوع استخدام غاز الميثان.
ودي بيسميها غازات البيوت المحمية أو الصوب الزجاجية جرين هاوس جاسس. دي المشكلة لوحده. فترتفع درجات الحرارة هنا ما بين 1.6 إلى 6.4 المدى ده. ده بنهاية القرن اللي احنا هسه فيه ده 21، هترتفع الغازات دي الحرارة ما بين 1.6 إلى 6.4. وشفتوا الذوبان بتاع الجليد الوريه قبل شويه، لا تيجي الكلام ده. بتلقى انه مستوى البحر نتيجه الذوبان الجليد ارتفع بمعدل 10 الى 25 سم. بحر يعني المحيطات والبحار. مثلا الناس اللي بتمشي تشوف الاسكندريه وبتاع والدلتا، المويه خشت لحد جوه الدلتا، خلاص البحر بوظ الدلتا بقت ملح. مستوى ثاني اكسيد الكربون قبل العصر بتاع التصنيع بتاعنا ده كان 280 بار في المليون، هسه نحن 380 بار في المليون. بنهايه القرن ده هيكون 560 بار في المليون. يعني شنو ما يبدا؟ لا ما يبدا. يبقى التغير ده يعرف على انه تغير في التوزيع اذا شنو؟ الداتا والبيانات بتاعت الطقس الوضع احصائيا، ويمتد لفتره طويله جدا، ممكن تكون عده عقود 10 20 30 40 سنه، ممكن يصل الى ملايين السنين. التغير ده ما حاجه محدده وفي منطقه محدده. والستاتستيكال ديستريبيوشن الاسباب بتاعته ممكن تكون عده عمليات، فاكتور عده عوامل، ممكن عوامل احيائيه بنقول عليها البيوتيك احيائيه، في وحدات عباره عن تباينات في الاشعاع بتاع الشمس السولار راديشن بتختلف، تحركات الطبقات والصفائح تحت الارض اللي حصل حتى في المغرب ده، حصل التكتونيك موفمنت للسويل والانشطه البشريه قلناها، ده كله مع بعض بيؤديك الى حاجه بتسميها تغيرات داخليه وتغيرات خارجيه. الداخليه يعني شو؟ هذه العوامل الطبيعيه اللي بتحصل في الكره الارضيه قبل ما نجينا نحن ورحنا فيها، تغيرات طبيعيه بتحصل داخل النظام المناخي اسمه الكلايمت سيستم. الكلايمت سيستم ده عنده مفاهيم، وفي عوامل خارجيه. العوامل دي ممكن برضه تكون طبيعيه اللي هي داخل النظام الشمسي، تغيرات داخل الشمس والانشطه البشريه اللي قلناها قبل، الانبعاثات تحت الجرين هاوس جاسز، ده كله عنده قوه دافعه. الدافع الكلام ده شنو؟ اللي هي الداخليه والخارجيه دي، وفي استجابه للنظام الحاسب المناخي ده بيستجيب لها. الاستجابه دي تكون شكلها كده، انا عملت تغيرات واحد يستجيب كده، قد يستجيب بسرعه قد يستجيب ببطء، او قد يستجيب الاثنين مع بعض. بسرعه مثلا جا برد شديد جدا، برد فجائي جا من وين؟ ممكن يكون في بركان جام طلع رماد كثير جدا، غطى الشمس، اداك البروده، يعكس اشعه الشمس، ممكن تكون بطيئه. البحار فيها التدفئه بتحصل، بتطلع كميه حراره، بتتمدد الحراره دي بتغطي المناطق المجاوره لها. ممكن يكون خليط من الاثنين، سريع بطيء. ممكن يكون فجائي، جات فجاه بتاعت البراكين وجات فجاه ودتنا الانعكاسات تحت الشمس. ده طوالي ادي الى ذوبان الثلوج في القطبين، او في ازدياد في تمدد الحراره بتاعت البحار والمحيطات. فالاستجابه هنا الكامله للنظام ممكن تحدث، ممكن تيجي كلها فتره كده طوال دوم ابرب تحصل، لا ممكن تمتد لعده قرون الاستجابه بتاعت النظام المناخي للتفاعلات الاحيائيه والطبيعيه بتاخذ وقت. لما نقول الحياه بتاثر على المناخ، بتأثر كيف؟ بتأثر في الدورة، في عندها دور كبير جدا في الدورة بتاعت الكربون، وكلكم قريتوا بتعرفوا دورة الكربون يعني شنو؟ والدورة بتاعت المياه الووتر سايكل دي عندها آليات ميكانيزم. الانعكاس الجزء اللي قلناه حس بتاع الشمس نتيجة البراكين وغيره دي اسمها ساينتفكلي البيضو، فدي بتدي انعكاسات. الايفابو ترانسبيريشن بتاع النباتات النجح، تكوين السحب، التعرية، الويذرينج، ده كله بيسبب تغيرات فيها. وطبعا قلنا الأنشطة البشرية، كل العلماء
حاليا ما تقدر تقول لا، اجمعوا اجماع كامل انه في تغير مناخ وانه المناخ في حاله تغير. 97% منا قالوا بترجع لنا نحن. نحن السبب بالتغير المناخي، بشر هم السبب، وهي حاصله بدرجه كبيره جدا وللاسف irreversible. نحاول نرجع، نحاول نرجع كم هذه الانشطه زادت؟ زادت شنو؟ نتيجه انه نحن بنستخدم كميه بنزين وجازولين وكميات ضخمه جدا اللي تمر الحفور اليها. والحاجه الثانيه الديفورستيشن او ازاله الغابات. فهنا بيجي سؤال، هل حيسبب التغير المناخي ده في وجود وفي تزايد مشاكل الافات؟ ده بيهمنا يعني. كل المحاصيل الزراعيه وغيره والصحه العامه والبيطره كلها معتمد على في حشرات وفي ناقلات امراض وفي ممرضات. طيب هل حيسبب تغير المناخ ده في وجود وفي تزايد مشاكل الافات والامراض في الزراعه والصحه؟ هنا بنشوف ثلاث حاجات بتؤدي الكلام ده، المسببات الرئيسيه للتغير المناخي. قلنا الاثار المباشره وغير المباشره شنو؟ هنشوفها. تاثير ثاني اكسيد الكربون على المحاصيل وعلى الافات. لو ارتفع التركيزات بتاع ثاني اكسيد الكربون والغازات اللي قلناها دي اللي هي اكسيد النيتروجين والميثان، حينتج عندنا ارتفاع في درجات الحراره. طيب وبعدين هتحصل تحورات في الامطار ومعدلات الامطار. حراره مربوطه بالاثنين دول. الثلاثه دول ممكن يسببوا لنا تغيرات بيولوجيه، اثار بيولوجيه في الكائنات بتاعتنا. ممكن النبات بتاعك يحصل فيه تغير في شكله وفي طبيعه النبات ذاته، هيتحمل شنو ما يتحمل شنو، هينتج شنو ما هينتج شنو، دي داخله فيهم. مثلا هيظهر بتل، هيظهر مبكرا ولا هيظهر مؤخرا، ودي وراها تبعات. المدى الجغرافي بتاع النباتات دي، هل كان بيزرع في كادوغلي يزرع في الشماليه، وكان بيزرع في دونجلا يمشي يزرع في ام السودان. تغيرات جغرافيه رهيبه جدا حتحصل نتيجه الكلام ده، ودي دايره اعداد برامج وخطط. يبقى تغير المدى الجغرافي بتاعه، تغيرت الاستجابه بتاعتي انا كمزارع. انا كنت بزرع في المحل دي عيش، بقى ما ينفع فيها العيش هزرع فيها دخن، ما ينفع فيها دخن هزرع فيها قمح، التربه دي بقت ما صالحه للحاجه الفلانيه، محتاجه لاسمده، اشياء المويه ده كله داخل نتيجة ثلاثة أشياء دي. ارتفاع التركيزات، إنتاج، ارتفاع درجة الحرارة، والتحورات في الأمطار. طيب الأثر المباشر، الأثر المباشر للتغير المناخي هيطول أو يمد الفترة بتاعت الموسم الزراعي والفترة بتاعت نمو النبات هتزيد. ده بيكون هيكون 200 ده في المحلات هتبقى مثلا تريزنج او تجمد خلاص. المناطق الشماليه دي هتطيل الفتره بتاعت النمو بتاعت النبات. الشتاء حيكون اكثر دفئا. الشتاء ما حيكون زي زمان، اذا محاصيله ما زي زمان، اذا حشراته ما زي زمان، اذا حشائشه ما زي زمان، امراضه ما زي زمان. في تكراريه وزياده في كثافه الامطار في مناطق معينه حتزيد. المطر بدل ما كانت مرتين ثلاثه حتبقى 100، بدل ما كانت الكثافه بتاعت 10 مللي بقت 100 مللي، وهكذا. زيادة حالات الأحداث المتطرفة الاكستريم ايفنت، برد شديد جدا، سخانة شديد جدا، فيضان، ستورمز، الاكستريم ايفنت. طيب فصول الخريف والشتاء هتكون أكثر إمطارا من الصيف. الصيف بيبقى فقد الموت. طيب بتقل الأمطار صيفا، وتغيرات وتحولات في الأمطار الإقليمية، كانت المناطق اللي كانت ممطرة هتتغير، المناطق اللي كانت جافة هتتغير، فتكون أكثر أو أقل. ارتفاع درجات الحرارة والجفاف صيفا، الصيف هيكون موت. انخفاض الحياة الغير مباشرة، انخفاض في كمية الماء المتاح. صيف تقدر تزرع صيفا، الموسم الصيفي بتاعنا ما حيبقى موية، ما في مطر ما في موية. هتكون فترات جفاف صيفية، عدم توفر الماء الكافي للمحاصيل الحقليه والبستانيه، وفي زياده في معدلات السيول والفيضانات، ودي هتسبب مشاكل سكانيه وامراض وتتحرك امراض في كتب الطب. ما في
مثلا ثاني اكسيد الكربون الحدث فيه زياده، طوالي البايو ماس يعني الكتله بالفداك كم طن بالفداك هتزيد. اي حاجه عندنا حتى مكونه المواد العضويه والاحياء مكونه من كربون، الكربون اوريدي زاد، يبقى كل الكتله الاحيائيه هتزيد. يعني الفداك عم بيجيب 10 طن قصب هيجيب 15 طن. كويسه معانا؟ طيب ليه؟ لانه التمثيل الغذائي بتاع النبات مع ارتفاع الحراره الميتابوليزم بيزيد. طيب حدوث تغيرات زياده ونقصان في الانتاجيه ما في كل النباتات، احنا عارفين عندنا نباتات كربون 3 ونباتات كربون 4. ف ممكن تحصل زياده او نقصان في انتاجيه النباتات ذات الكربون 3. ممكن تحدث تغيرات في انواع واصناف المحاصيل المزروعه. فكان بينفع هناك ما بينفع. لازم تجيب سترينز ثانيه او بايو تايبس جديده تناسب ال. ورينا انه الكربون مستوى ماشي كيف، والمتوقع مستقبلا 570 بارت بير مليون بحدود 2050. ولو كله تضاعف التركيز بتاعه ترتفع درجات الحراره الى قرابه 3 درجه مئويه. اذا كان 1 درجه مئويه عملت هنا ده 3 هتعمل شنو؟ الكربون برضه عنده تاثير سمادي، النبات استفاد منه هينمو تحت تركيزات متزايده وتزايد في الكربون ويديك انتاجيه عاليه. واعلى في الكربون الثلاثي المحاصيل الحقليه والحشائش واشجار الشجرات. الرباعيه قالوا ما حتتاثر كثير، اللي هي الذره الشاميه والرفيعه وقسم السكر، لانه حساسيه بتاعت الكربون اقل. التغيرات اللي بتحدث جايه من وين؟ جايه من التركيب الكيميائي بتاع نسبه ناتج من الكربون. والناس اللي عارفوا فيزيولوجيا النبات عارفين النسبه دي هي اللي بتحدد تمشي للنمو الصدري ولا تنتج الثمار ولا كده. طيب النبات ده ما عنده اليات دفاع بيدافع عن نفسه، هتتاثر تاثر كبير جدا، يبقى حيكون عرضه، قد يكون عرضه لاصابات بالحشرات والامراض بانواعها، او قد يكون اقوى الله اعلم. بقول تنبؤ، يبقى الكتله الحيائيه زادت وفي نفس الوقت مساحه الورقه زادت الصفقه بدل ما كانت اصغر حتكبر، معناتها التمثيل الغذائي حيزيد، تركيب النمو الحضري حيتغير، حيكون في وفره في التوزيع بتاع النباتات من مناطق لمناطق، وفي تثبيت للكربون في الماده العضويه بتاعت المركبات الموجوده داخل النبات. طيب السؤال، هل سيكون التغير ده ثابت؟ I can't say. ولا تقدر تقول لك اي التغير ده ثابت ولا ما ثابت. الحشرات هتتاثر بالتغير المناخي ده ولا لا؟ انجح مجموعه كائنات حيه في العالم الحشرات، موجوده في البحار، موجوده في الاراضي، موجوده في المحيطات، موجوده في القطبين، موجوده في الابيار، اي حته هي موجوده فيها. كمجموعه في بنقول عليها اكتوثيرم، يعني ما بتقدر تظبط درجه حرارتها غير درجه حراره الجو، هي درجه حرارتها مقدرتها بسيطه جدا لانها تحافظ على درجه حرارتها، وبالتالي اذا ما في خطوره هنا يبقى مقدرتها محدوده جدا في تنظيم درجات حراره جسمها. طيب وبعدين يبقى محتاجه لمدى عجلات استراتيجيات، هي تعمل استراتيجيات حقتها انها تقدر تعيش. الحشرات عمرها 350 مليون سنه، انتم عمركم تقدر في الارض مليون 7 مليون، هي 350 مليون، يعني مرت بكل العصور في الكره الارضيه، مخزن المعلومات دي في الجينات حقتها. اتغيرت الظروف ريتريفر تنادي اللي احنا ما شفناه زمان، وهكذا مرت بده كله مرت ب. طيب لكن مرت بزياده الصابون، مرت بنايتروس اوكسايد وحاجات زي دي. طبعا احنا زي ما قلنا مقدرتها محدوده في الحالات، بتحتاج لمدى استراتيجيات عشان تستمر في الحياه في بيئات ضغط الاكستريم اللي هتحصل دي، هي لازم حتعيش حتعيش مهما كان، هي حتعيش ونحن ممكن لكن هي حتعيش. قالوا خنازير والحشرات حتعيش لو في قنبله ذريه، ولا بد ان تعمل افويدنس تتجنب. هتتجنب كيف؟ يا تمشي لخطوط الطول والعرض البعيدات من المناطق الحاره، يا تطلع في المرتفعات الاعلى في الجبال، كل ما مشيت لفوق
درجة الحرارة قال لك 20 ولا تمشي شمالا او جنوبا، يعني حتى ثلاث تغيرات موسمية تتحمل الشتاء. يبقى في ثلاث اتجاهات لها علاقة بالحكاية دي. إذا كان بتأثر الحرارة على الفيزيولوجيا أو وظائف أعضاء الحشرات ولا في البيئة بتاعتها. الفترة المتنبأ بها في التسخين المناخي دي ممكن تستمر لحد نهاية القرن اللي احنا فيه ده. طيب التسخين ده هل هو منتظم؟ ما منتظم. ممكن تحصل تغيرات كثيرة جدا تخليه مرة جديد مرة ينمو في كل بقاع العالم. وحيحصل ارتفاع في درجات الحرارة، وهذه الارتفاعات ممكن تكون لدرجات أكبر في المناطق المرتفعة. ساكنين في الجبال أو في مناطق الهضبات هتكون التأثير أكبر. درجة الحرارة العالية واللي احنا بنتنبأ بها من 50 إلى 100 سنة جاية، ده زي ما قلنا مرت عليها الدورات المناخية سابقة. وبالتالي لو عدل التغيرات الحرارية والمستويات اللي نبدأ بها في تركيز ثاني الكربون لنعتبرها ماشي على سطح المليون غير مسبوق. إذا هي ما عندها معلومة مخزناها في حكاية ثاني الكربون. غرفها من 3 دقائق 3 دقائق. طيب الاستجابة حتى الحشرات حتكون شنو؟ حتفكر إنها تبكر تطير بدري بدل ما تبي تطير لحد الساعة 12 بدري بدري تطير. أو تمشي تغير من مقدراتها على الحياة ومجابهة الشتاء. وبعد ذلك ممكن دورات الحياة بتاعتها تبقى أسرع. زادت الحرارة، زاد الميتابوليزم، دورات الحرارة حتكون أكثر وعدد الجنريشن حيكون أكثر في السنة. كده كان عندها جنريشن في السنة ولا اثنين يبقوا أربعة خمسة ستة. يبقى في نفس الوقت الاحترار المناخي ده بيأثر على كل الكائنات المرتبطة ببعضها. الحشره ما بقى قاعده في البيئه، الحشره والنبات وانا وانت والمفصلات والمفترسات والامراض والممرضات ده كله عايش بيتفاعل مع بعض. منو بيأثر عليه اكثر؟ منو يتأثر اكثر؟ هتحصل يعني تفاعلات كثيره بين العائله العائل والمنافسين والاعداء الطبيعيه وعندهم ريتشوال افكتس وعندهم سيمبيون. ده كله هيؤدي لنا الى كاسكيد زي لو تجيب الضومنه تردها وتقوم تعمل لها كده تكرر شلال من الاحداث ما تقدر تتنبا بها مش هتقدر. يبقى من الحاجات اللي هتسبب مشاكل التزامن. هل حيكون في تزامن بين النبات حاجه وفرد على النبات ومع العائله ومع العدو الطبيعي ومع المفترس ومع الامراض والممرضات؟ ما هتقدر، ما فيش تزامن. الملقحات هتكون برضه حتغير الظروف العدم النباتات اللي تحتاج تلقيح اذا مثلا ظهرت الشمس ما حتلقى. طيب الشتاء بيحصل فيه دايبوز بيحصل فيه اوفر وينترنج هيطول الموسم بيبقى فيه دايبوز حتقدر تتخطى المشكله بتاعت الشتاء. الانتشار بتاعها هيكون اكبر في كل الكره الارضيه وتتوزع في كل المناطق في الكره الارضيه وهيحصل اشكال مختلفه في تلك بلاستيسيتي والاستجابات بتاعتها في ظاهرة النشوء والتطور في النباتات وفي الكائنات الحية. حقائق انه ظاهرة التدخين عالميا دي اسرع في الشتاء من الصيف. وبتظهر بصفة اكبر في المناطق المرتفعة. الحشرات في المناطق الاستوائية بتكون اقرب هي حاليا في الحد النهائي. اي تغيير يا ماتت يا هاجرت. ما حد يتحمل هي حتى في النهاية الكيرف بتاعها. فأي تغيرات حتى وإن كانت طفيفة في الشتاء أي تغيرات أو في حر الصيف تبعاتها على الحياة حتكون قوية جدا أقول على دراماتيك. أتوقع حاجات تمام متغيرة. تغيرات درجات الحرارة والرطوبة وكثافة العشيرة أو تركيبة المادة الغذائية دي يبدو أنها منبهات قوية وتتسيد وتقود إلى ظاهرة السكون فيها اللي هو مساعدة. طيب في أمثلة عديدة جدا بتوريك إنه في فترات سكون طويلة في الحجرات ودي بتأيد إنه حيكون في فترات الجفاف الحادة ممكن الحشرة تكون في حالة السكون وممكن تتجنب الأنشطة بتاعتها برضه أثناء الأمطار.
طيب النتائج بتكون شنو؟ انه الاحترار في المناطق الاستوائيه بيحدث بدرجات صغيره نسبيا، لكن ما عشان هو صغير نسبي بتجاهله. التوابع بتاعته خطيره جدا، لانه قلنا الحشره بتاعته في نهايه الحساسيه بتاعتها. تغير ان شاء الله 0.1 هيؤدي الى نتائج رهيبه جدا فيها. ما زي الشتاء، ما زي حشراتك في المناطق المعتدله. حشرات في المناطق دي بتكون حساسه جدا لدرجات الحراره. لو زادت درجه الحراره هتلقى انه البوبيوليشن الموجوده درجه واحده بتبدو خمس. خمس البوبيوليشن، لو كان عندك 100 حشره وزادت درجه الحراره واحده بيكون عندك 20 حشره. ده في المناطق الساخنه. طيب الاثار المباشر الحراري على الافات الزراعيه، في حاجات تحتوي لها زياده وفي حاجه بيحصل لها نقصان. الحشرات حتزداد في جناح الشمال والجنوب وحتتجه الى المناطق المرتفعه، فيحصل معدلات نمو ومعدلات وضع البيض حتحصل لها زياده. الانفجارات العدديه او الاوت بريكس حتكون كثيره، كذا اوت بريك ما تقدر تتنبأ بها. الانفنسيف انتس الحشرات الجايه من المناطق الاخرى هتزيد، انت ما فقط عندك جات حشرات جديده. في وحدات احترام اكستنكشن، نحن قلنا نحن في نهايه الكيرف، لازم الحرارة ده كله هيموت، اختفت. لكن ما اختفت، هي اختفت عندك هنا، لكن مشيت منطقه ثانيه. اللي بيحصل لها نقصان او انتفاض كل الناتشرال انرجي بتاعت الفطريات والبكتيريا دي هتتاثر وهتختفي، هتتاثر. الحدود الاقتصاديه اللي احنا بنشتغل بيها احنا مش هنروش هتتغير، الاي تي ال البايو دايفرسيتي بتاعت النظام بتاعك هيتغير، الباراسيتيزم التطفل هيتغير، آليات الدفاع بتاعت النبات هتتغير. كل المعادلات انت عملت لي نباتات محوره وراسيا ولا لا فشل، يعني ما هتقدر تعيش. بقول حتوصل انواع بيولوجيه جديده من النباتات، ودي حتسبب لي تعقيدات في انه اعمل لها دراسات جديده عشان اعرف البيست كومبلكس بتاعتهم واقاومه كيف، وحدود الاقتصاديه شنو، والسامبلنج تكنيك بتاعتها شنو. شغلانه طويله، في اختلاف حيكون في التوزيع الجغرافي للمحاصيل كلها حقليه وبستانيه عشان ظهرت البايوتايبس دي، وبالتالي انا حاضطر اعمل اشوف مناطق مختلفه للمحاصيل الجديده. هذا التزامن بين الكائنات المختلفه برضه حتعمل لي مشاكل، يبقى دورات الحياه حتكثر، معدلات التكاثر حتزيد، القدره على الانتشار حتكون عاليه في كل الكوكب. اذا كانت موجوده دي في اوروبا بس ودي موجوده في افريقيا بس، لا حتغطي كل العالم خلاص، من درجات الحراره متقاربه. يبقى الاسرع الحشرات هي الاسرع استجابه للتغيرات المناخيه، ونيجي نقارنها بالثدييات وغيره. فهنا في ضغط انتخابي في الاكشن بريشر بيأثر في اختيار العائل وفي استراتيجيه التكاثر، وكثير ما في مقايضه، انا اطير ولا اتكاثر؟ يا اطير يا ازيد التكاثر بتاعي، اكون في كومبرومايز. درجات الحراره المتطرفه هي دي اللي حتحدد التوزيع، جات سخانه شديده جدا او جات جليد، ما زي المناطق المداريه، فكل ما كان اكستريم دور عنيف. فتوزيع الحشرات ده مربوط بدرجات تحمل النوع الحشري للايام البارده او السخنه، فتلقى الاحداث المتطرفه مش متوسط الوزر، الاحداث المتطرفه حراره وصلت 50 55 هتلقى هي بتاثر على حياتها اكثر من انها بتاثر في التوزيع، لانها هي ماتت توزيع شنو تاني. وده الكيرف ده بوريك اللي بيحصل في الطبيعه عادي، ده بوريك اذا كان في بوبيوليشنز مختلفه، دي بوبيوليشن خضراء ودي برتقالي ودي بلو بيوم. شوف المدى بتاع الحراره كل واحد فيهم، وشوف المين، المين واحد، المين فيهم واحد، المدى الواسع الضيق. لو تغير من الحراره في المدى الواسع تختلف عن في المدى الضيق الى الابيض، الابيض اللي تحت مشي انت خلاص. يبقى كل ما قلت الايام والليالي البارده الحشرات حتمشي للهاير اتيتيود، واذا كانت درجات متطرفه حتنخفض توزيع النوع بما يعادل 50% في التوزيع الحالي. بالنسبه للحشرات الزراعيه التاثر بيولوجيا لزيادات درجات الحراره بيكون يعني، لكن اذا كل درجه واحده زادت الحراره عالميا بتجري دوره حياه اكثر
وحزين العجل. يبقى انا بتوقع انه زياده في عدد الاجيال في السنه، مع كل زياده 2 درجه مئويه حيكون عندي 5 اجيال جديده، يعني 5 مرات انا بقول لك في السنه. تمدد الموسم بتاع التطور، تغيرات التزامن بتاعت المحاصيل والعائله الان، تغيرات التفاعلات بين الانترا والانترا سبيسيفيك انواع والطفيلات والمفترسات وغيره. في حشرات غازيه جديده حتخش، وفي عوائل بديله للمحاصيل حتخش. ده بيلخص الكلام ده كده. ممكن انا اقول الحشرات دي تتفاعل بنفس الحشرات دي، ولا النمل زي النحل، ولا الدوده بتاعت الافريقيه زي الايفيدز، حشرات الروبست الضعيفه. حسب مشكلتكم هنا هسه في لوحه، يعني المشكله دي الايفيدز دنك فيها، ثم يحمل دنك كل انواع البعوض دي دور الحياه، ورخيفه جدا وخفيفه جدا، وتتاثر في المويه وتتاثر في الجو حيحصل. هنلاقي انه التغير في المناخ يؤثر على الامراض المنقوله، سواء كانت بواسطه مختلف النوافذ والتوابع بتاعتها شنو؟ الله اعلم توابعها. الانوفيلس، الايزيس، الكيونكس، الصراصير، الضبان، البط، كل ده نادي الامراض. هيحصل شنو مع التغيرات دي؟ الحشره ما حيحصل لها شنو؟ المرض شنو؟ والمرضى حيحصل لهم شنو؟ لا نستطيع ان نجزم بان الظروف الاكثر امطارا او الاكثر دفئا ستساعد النواقل في التوالد بمعدلات اعلى، ما بقدر اقول لك. وتقوم بنشر واسع للامراض، حيث ان الامراض انتشارها بيعتمد على حاجات اكثر بكثير من الكلام اللي بنقوله ده. المرض بتاثر فيه اي او بي وسي ودي، انا حضرت زي كلهم مع بعض كده، حضرت واحد واحد عشان اعرف دور شو. لكن مع بعض في حاجات بيئيه وفي حاجات مجتمعيه. انا ادرسهم كلهم اقول لك والله اي كان بريدكت هيحصل كده. انا ما درست الحاجات دي ولا اقدر ادرسها ولا اتيام. دي بتوريني لو زادت الحراره البوتنشال اللي تسعى على الفيكتور شنو، والبوتنشال على الباثوجين. ممكن يزيد السرفايفل بتاع الموسكيتو مثلا، يديني فاستر انكيوبيشن بيريود للفيكتور، وهكذا. ممكن يحصل تزيد البوبيوليشن نمو العشيره، هيديني اكستندد ترانسميشن سيزون. ممكن يزيد الفيدنج، معدل الفيدنج، وهيكون في برضه اكسباندد ديستريبيوشن. فيبقى المناطق كلها ما كان فيها ملاريا حيظهر فيها ملاريا، ما كان فيها دنك فيفر حتوصل سنة 2080 حيكون في حوالي 369 مليون شخص يصيبوا إصابة جديدة بالملاريا ما كان بيعرفوها قبل كده، ولا سمعوها وجسمهم ما بيعرفها. السبب ظهور أماكن جديدة لانتشار الأنوفلس لم تكن موجودة بها من قبل، بعدها حينتشر في مجموعات بشرية ما تعرضت قبل كده إلى مناعاتها للملاريا. المناطق الحارة حاليا فحالة شديدة، البعوض مات، ما فيش ملاريا. يبقى ما نحن في السودان كده إن شاء الله، المناطق الشمالية دي ما حتكون فيها ملاريا. المناطق أضحك وقتك، المناطق الممطرة هيمشي عليها البعوض، ناس ما شافوه قبل كده، ملاريات وغيره. انخفاض معدلات انتشار الأنوفيلس نتيجة درجات الحرارة أصبحت فوق الطاقة بتاعت التحمل بتاعت 140 ما تقدر تعيش. يبقى انخفاض معدلات الإصابة بالملاريا. لو قللنا من مستويات الكربون هنخفض الانبعاثات من المصدر، ده للميتيجيشن. نحل شنو يعني المشكله؟ وين نحلها؟ كيف الدكتور وراكم تفاصيل اشياء لها علاقه بالمحاصيل. انا دائره خفيفه بالنسبه للحشرات والامراض وكده. انا لازم اقلل من مستوى ثاني الكربون. كيف؟ اول حاجه طريقه الانبعاثات من المصدر دي لازم اوقفها، كان مصانع، كان مزارع، كان غيره، لازم اوقفها. زيادة الكتلة الأحيائية، أزرع غابات، أزرع عشان دي سينك اللي بيبلع ثاني أكسيد الكربون. كل ما زاد زيادة الكربون أزرع نباتات هي بتستغله وتستهلكه ويطلع لك منه بايوماس يسمى السينك. بنخفض الغازات اللاجئة من الزراعة، الزراعة تطلع غازات، هي تطلع من 10 ل 12% من التلوث الحاصل لنا ده جاي من الزراعة. حلول التأقلم
بنشوف انشطه بتساعد على النظام البيئي انه يضبط نفسه مع التغير المناخي. حصل تغير مناخي، النظام البيئي ما راح يساعد، برضه بيحاول يعاثر. يعني نحس انه مطور طرق المكافحه بتاعتنا، سواء كان الاي بي ام ولا الاي بي ام زراعيه ولا باي طريقه ولا بنغير ونعدل الممارسات الزراعيه بتاعتنا اللي جابت لنا 10 ل 12%. بنعتمد على نظم الانذار المبكر للافات، نركز على التراث المحلي. الدكتور عبيد عنده كردفان، عنده طريقه، دارفور عنده طريقه، الشمالي عنده طريقه، ما تستهون بها، ما تقول دي جهله، ما جهله. ادابتد للبيئه بتاعتهم وبيعرف يعمل شنو. ذيرفور انت لابد انك تدرس هم بيعملوا شنو، يستغلوا استغلال صح عشان تقلل الانبعاثات. تربي اصناف مقاومه للافات، متابعه دقيقه للتوزيع الجغرافي للافات، لازم يكون عندك مونيتورنج وسيرفيلانس وايفالويشن كوارث. الحجر الزراعي، في ثلاث حجر زراعي قاعدين معنا هنا، مهم جدا عشان يمنع دخول افات جديده. دي النقاط تحطها في الاعتبار كحاجه نهائيه، ما تفتكر انه بعد ده كله انا مبيداتي ما قاعده. اهلا وسهلا مبيدات القاعده، اللي حصل ده هيخليك تفكر مليون مره. الهيكل بريتشر معروف انها بتعمل ريدكشن للفاعليه في ذات البيستسايد، بالذات حتى مشاكل الفيروترويد والسباينال كورد ذات الحراره بتقلل بعدين. الهيوميديتي ليفل رطوبه النسوج الرطوبه دي ممكن تحول من فاعليه اي ماده كيماويه، خاصه لو انت هتستخدمها في الداستنج ولا في الميديكال استمولوجي بيستخدموا الداستنج. الرين ممكن تاثر على مقدره المزارع انه يرش مطر 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 حرش كتير ما عندك في الشيت جات المطر فشلت. الاويل بيز كيميكال دي بيحصل لها دي جنريشن لو الحراره زايده عن 35 او الكومبليت مور جنريشن في السيزون ده ممكن يديك جريتر بيستسايد. كل ما بيجي كان جيل واحد كنت بروش مره، بيجي جيلين بيجوا ثلاثه بيجوا خمسه، يعني انا حروش خمسه مرات، يعني لوثت اكثر مره انصرفت اكثر. وهذا رابيد ديفلوبمنت اوف بيستسايد ريزيستنس، ودي واضحه كل ما رشيت اكثر كل ما يبقى الاكتيفيتي والافكتفنس بتاعت النادي اللي برضه هتقل وانها ما تتاثر اكثر من ذلك. فاشكركم شكرا جزيلا على استماعكم. شكرا بروف نبيل على كل المعلومات السرة، وبالنسبة لنا جديدة خالص بالمناسبة. هنفتح باب النقاش للورقتين، ورقة الباشمهندس محمد عبد السلام اللي هي بتتكلم عن التغير المناخي وتأثيراته على السودان والآليات والتقنيات التكيف والتخفيف من حدة التغير المناخي، والورقة الثانية اللي هي التغير المناخي والأثر المتوقع على أنواع عشائر الحشرات. نبتدي النقاش وإن شاء الله الأسئلة تكون ممكن للمقدمين الورق الاثنين، يعني ممكن تدي السؤال للاثنين مع بعض، بعدها كم كل واحد بيلم أسئلته وبيجاوب عليها. طيب الناس اللي في زوم هنا لو عندهم اسئله اكتبوها في الشات لو سمحتوا، اكتبوا في الشات في زوم. السلام عليكم ورحمه الله. تعريف الاسم والجهه و... انا الحقيقه اسمي ابراهيم احمد المكي، زراعي خريج 69 كليه الزراعه، عملت في المجال الزراعي داخل السودان في المجال العربي ايضا. جيت عارف طبعا من القتل، إن شاء الله ربنا يعني معنا على كلمة سواء. الحقيقة يعني هذه مواضيع مرة، كنت قبل كم شهر في السودان وكنت متابع في مجال الاستثمار الزراعي للاستثمار الأجنبي والمحلي، وأشكر البروفيسور محمد والبروفيسور نبيل، هذه يعني يمكن إجنيشن
مشاكلنا اللي بتواجهنا في السودان ومشاكل كثيرة جدا. أحب أعلق أنا بالنسبة لمحاضرة الدكتور محمد. أنا كان عندي تجارب تبع الجامعة العربية في السكيورتي ان فيرنبل ارياز في السودان، سبيسيفيكلي مناطق شمال كردفان. الحقيقة you know that the situation is a problem, لكن human made problems are more effective or were more effective. و you know في المسألة دي في جنوب دارفور كان عندي تجارب مع المنظمات العربية. This is زي ما قلت ignition، لكن كان عندنا تجارب سرة وحية مع الكوميونيتيز. وأنا أفتكر هذه المحاضرة القيمة المفروض تتحول إلى مشروع تنفيذي. وأي مشروع طرح عندنا في السودان خلال الفترة الماضية يعني جف في الأضابير. والتجربة كانت كنت في المجال بتاع الـ environmental mitigation بالنسبة لل يعني الـ livelihood activities، كان القطع الجاير والزراعة الجايرة والري الجاير أيضا في مناطق النيل الأزرق والمناطق المتاخمة في الجنوب والأثيوبيا والمناطق دي. ف يعني في المسائل دي تجربتي كانت صغيرة جدا، اللي هي عملنا حصاد المياه، ثم جمعت كثير من المزارعين اللي بيعملوا في الخيران وعملنا لهم طبعا عارف الايدنتيفيكيشن بتاع البروبلم ذاتها و ثرو participatory learning approach دخلنا الكوميونيتيز في المسألة وكانت مسألة ناجحة بقطع شكل، لكن for a very short time عملنا الكوميونيتي فورست. لو سمحت أدخل في الأسئلة لأن الزمن بتاع طيب حبيبتي الأسئلة. أنا أقصد هذه الدراسة أو هذه المحاضرة تتحول إلى دراسة تكون براكتيكال. بالنسبة للبروفيسور نبيل، يعني الحقيقة كنت بسأل في الجانب بتاع what was the effect ولا is the effect of تحور الحشرات أو غليظي أو تكاثرها وعلى الاقتصاد الزراعي السوداني. طبعا human factor is a very productive أو عنصر مهم جدا في الجانب الزراعي. لو تكرم عدانا صحيح بالمسائل اللي حصلت، ولكم الشكر جميعا على الاستماع. شكرا. مرة بداية هنوزع الفرص. هنوزع الفرص. بسم الله الرحمن الرحيم. السؤال دقيقتين بس. عبد الماجد احمد محمد استاذ جامعي. شكرا لبروف نبيل وباشمهندس محمد عبد السلام لتقديم هذه الاوراق اللي تعتبرها محاضره قيمه يعني ومفيده للناس. بصوره عامه ممكن تقول التغير المناخي بدل لي في ثلاثه محاور اساسيه اللي هي محور علمي بيئي، وده حسب التعريفات اللي قدموها البروف نبيل وعبد السلام، وفي محور القانوني واللي هي ده اول اتفاق اللي هو لانه التغير المناخي هو ما عنده نطاق جغرافي محدد، انما هو ممتد لفترات طويله وعاطل للدول، وده محتاج لاتفاقيات اطاريه او دوليه للتقليل من هذه الاثار. ولكن في محور مهم جدا وانا كنت اتمنى يكون موجود اللي هو المحور الاقتصادي، لانه كل الاشكالات بتاعت التغير المناخي هي الاسباب الاساسيه فيها هو الانسان بفعل زياده الضخ الوطني للدوله او الدخل القومي، وبالتالي هذه التاثيرات بتكون هي مباشره نتيجه سواء كان هذا الضخ ناتج من
عمليات بتاعت انتاج كربون اللي هي مثلا النفط وخلافه، زي ما احنا شاهدنا في السودان يمكن عندنا تجربه بتاعت انتاج النفط في ولايات غرب كردفان، ولكن ما كان موجود اي معامل لتقليل هذه الاثار او الرديش اللي قاعد يحصل من الانبعاثات الكربونيه اللي قاعده تحدث من 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 استخراج هذا النفط، لدرجه انه حتى الخارج من النفط ما كان بيطلع مع المياه في الفتره الاولى، بيكب على في التربه بدون ما تكون في يعني عمليه بتاعت الترسب او التسرب، لان هنا تبقى حمايه، بتبقى دي واحده من الحاجات اللي احنا محتاجين لسياسات اقتصاديه عشان تقلل عمليه التكيف والتغير اللي بيحصل ليه؟ يعني فما هي الاثار المتوقعه من ناحيه اقتصاديه، وكيف نتعامل مع دول اخرى لانها تستفيد مثلا من هذا، مثلا هذا المحفل بانه احنا عبر التعاون مع الدول الاخرى يمكن يساعدونا في عمليه تقليل النفايات والانبعاثات الحراريه تكون موجوده. سؤال دقيقتين. السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. أولا نسأل الله أن يحفظ السودان ويبعد عنا هذه الفتن التي تسببت في تلوث البيئة. إذا قلنا الانفايرمنت بوليوشن هي سبب يعني في كلايمت تشينج، ديليبت تشينج. الآن يعني نحن في وضع محتاجين لهذه المحاضرتين، وزمن طويل كان مطلوب زمن زيادة. لكن أنا الطاهر السماني محمد أستاذ بجامعة السودان سابقا والآن هنا في قطر إنرجي ووزارة التعليم والتعليم العالي. فعندنا مشكلة في نقول الجزيرة مثال والأراضي المطرية، دائما في ضديات. الأرض المروية لو جاءت أمطار زيادة تضر بها، ونحن هناك في خارج المشروع هنا يعني دائما بتنقصنا مطرات، يقول لك والله لو جاتنا مطرة الوضع بيتحسن أو الإنتاج بيزيد. ف يعني متضادات اثنين، دايرين حل لهذه المشكلة بتاعت الأراضي المطرية. هي 96% كما ذكرت من الأرض هي مروية بالمطر، و 3.6 تقريبا مروية زي المروي. فأنا كمهندس أستاذ كمان في الالكترونيات، كمان هندسه الكترونيات، عندي بعض الشغل خاص اللي هي التيشو كلتشر، الزراعه النسيجيه واحد اللابراتوري يتسرب، زائدا موضوع الاريجيشن سيستم. فاتمنى من الدكتور بروفيسور نبيل والباشمهندس محمد انه ادعوكم يعني دعوه انا في مركز الابتكار، فاتمنى من الله تشوفوا شغلنا هذا في الريسايكلينج، إعادة تدوير الأجهزة القديمة والاستفادة منها في هذا العمل. فكذلك زراعيين أنا متطفل عليكم، وفتنا جزاك الله خير يعني زرتنا المعرض، شو أشياء جميلة جدا وعملنا على شغل. فمتمنين من الله يا جماعة بعد هذه الحرب نحن يعني شباب هيومن ريسورسز موارد بشرية أساتذة جامعيين مهندسين زراعيين وفي فرق فيري بيج يعني نحن بندور تغييرات كبيرة جدا بداخل الشباب. أدينا رسالة إحنا خلاص. شكرا لك. شكرا لك. بخير. شكرا لك. دعوة توجه لكم وأسأل الله يا جماعة أن يوحد كلمة ويوفقكم ويأتي الخير للوطن. شكرا جزيلا. شكرا جزيلا. السلام عليكم. حسن فراج مستشار في مكافحة الآفات وزميل للبروف نبيل، لكن طبعا هو أكبر مني يعني هو زميل إلهي. اتعيننا مع بعض في البحوث الزراعية وهو كان عنده ماجستير وأنا عندي بكالوريوس يا دوب. ففي الحقيقة سؤال موجه للبروف نبيل. قبل كده انا عاوز اشكرهم الاثنين يعني قدموا مجهود كبير جدا وشغل جميل يعني، لانه بالنسبه للبروف نبيل بيعتمد على البريدكشن يعني لسه ما حصلت حاجه
اكسبيرمنتس الحشرات في المجال بتاعنا. لكن انا بس عاوز اقول هو قدم الايفكت بتاع التمبريتشر براو والكربون دايكسيد براو والرين فول افكت والبريسبتيشن على الحشرات. فهل في كومبايند يعني في كومبايند افكت يعني على بين الثلاثة فاكتورز دي على الحشرات ولا كل واحد لحد هسه الناس بيعتمدوا عليه كل فاكتور براو؟ ثاني شيء بالنسبه للبنفيشال انسكتس، لانه نحن طبعا كمكافحين بتاع الحشرات دائما بنتكلم عن الافات يعني، لكن برضه في تاثير كبير جدا على البنفيشال انسكتس من الكلايمت تشينج. هل في مجهود عشان نعرف الانسكتس على البنفيشال انسكتس؟ وهو طبعا ما قصر، هو تكلم عن البولينيترز برضه بتاثر على كده، لكن في حشرات كثيره جدا مفيده برضه حق الناس يفكروا فيها، هل هتتأثر ولا ما هتتأثر ولا لا؟ اوكي شكرا. هناخد سؤالين من الناس الزوم داخلين معانا، مجموعة من الزملاء في الزوم، هناخد منهم سؤالين. طيب، السؤال الأول من أمين بلة، زراعي في القطاع الخاص. الشكر الجزيل للإخوة في الرابطة، رابطة الفلاحين الزراعيين، رابطة المهندسين الزراعيين والمتحدثين على هذه المعلومات المهمة. وأتمنى وألتمس أن تسهم الورقتين في مشروع استراتيجية السودان للتكيف مع الجهات المعنية. خالد فارح بيسأل: من هل تغيرات المناخ لها تأثير كبير على مناطق واسعة ومزروعة ومروية وقابلة للزراعة المستمرة خلال العام؟ هل يمكن أن تقاوم تغيرات المناخ؟ وهل ممكن أن تكون حل لمناطق تأثرت بتغيرات المناخ وذلك من ناحية التأمين الغذائي؟ هو مهندس حاسوب خالد جدال فالح، عنده اهتمام بالزراعة. السؤال الثالث من دكتور عبد الباقي تقريبا: Despite the challenges of climate change, there is very promising potential to contribute to food security in the region with formation of partnerships with investors in the region, especially in the context of the Doha Expo. Sudan has abundance of water, Nile, rain, which is placed in a better position to ensure food security given the hard hit to the region due to climate change. فدي الحياة اللي جات في الزوم هنا. بسم الله الرحمن الرحيم. صالح العجب الشيخ البحوث الزراعية الوبيت، أستاذ باحث مشارك. الاسم صالح العجب الشيخ البحوث الزراعية الوبيت، اختصاص زراعي. أنا والله سعيد جدا بحضور الندوة، أفتكر إنه هي مهمة جدا على المستوى العالمي وعلى المستوى الداخلي، وخصيصا بالنسبة لنا في السودان هي ذات أهمية كبيرة جدا. أنا عندي مداخلتين. الأولى سؤال للأساتذة الأجلاء بروف نبيل ودكتور محمد، إنه الأسباب تغير المناخي هي أسباب عالمية جنرال، يعني ليس له حدود تغير مناخي، لكن نحن في السودان how to reduce the effect of climate change، فنحن كخطة استراتيجية أو المفترض يتعامل على أساس إنه نحن نقلل من حدة التغير المناخي العالمي بالنسبة لنا في السودان. النقطة اللي عايز أتكلم عنها من واقع تجربة في البحوث الزراعية في شمال كردفان، الآن في تغير كبير جدا في انتقال للأمطار من المناطق الجنوبية للمناطق الشمالية. يعني المناطق الشمالية كانت في السابق حزام
ومعرفه انه لا يزرع فيها فقط لللايف ستوك. الان بقى معدل الامطار في مناطق احتماليه مثلا بارا والمناطق الاحتماليه اعلى من المناطق الجنوبيه، وده بيتطلب انه يكون في يعني سياسات تزيد من الاحتياجات بتاع التدخلات، لانه الاليات والاشياء الاخرى الانبوت المختلفه هي مرتبطه بالتغير المناخي، لانه المناطق الشماليه الخصائص بتاعتها من ناحيه بتاع الارض بتختلف عن المناطق الجنوبيه. والجانب الثاني اللي هو الجانب المهم الجانب الاقتصادي، يعني التغير المناخي في تكلفه اقتصاديه. السؤال بالنسبه للمتحدثين في انه الى اي مدى انه الاثار الاقتصاديه في السودان، انا دا اربط انه التغير المناخي بالسودان اثار اقتصاديه، والان اثار الحرب برضو دخلت وحيكون عندها يعني انفجارات كبيره جدا، وبالذات على الزراعه، لان الزراعه عندنا حسب الورقه وزي معروف انه القطاع التقليدي نسبته كبيره جدا، والمدخلات من جانب غير متوفره. انا مثلا في الدكتوراه عملت دراسه عن الامباكت اللي هو اثر تبني التغانات الزراعيه. من خلال الدراسه توصلنا انه الاصناف طلعت قبل 10 15 سنه في السابق، الان التبني بتاعها طلع بقى ضعيف، وده ناتج لانه التغيرات المناخيه الاصناف القديمه ما هي بقت تتناسب التغير المناخي الان موجود، وده بيتطلب انه زي ما ذكر المتحدث السابق انه نحن نضع تصور لمشروع مشروع بسيط. نحن الان العدد كبير، وانا جيت لي شهر تقريبا الان جاي جديد ونازل يعني، فانا يعني اطلب انه نضع تصور ولو نحل جزء من مشكله في منطقه محدده. وشكرا جزيلا وناسف للاطاله. آخر سؤال. طيب شكرا جزيلا باشمهندس محمد عبد السلام وبروفيسور نبيل على المحاضرات القيمة جدا، وكويس أن الواحد لقى فرصة بروفيسور نبيل نسأله لأنه دائما زمان بيسألنا يعني. الحقيقة هي فعلا التغير المناخي أصبح حقيقة، يمكن واضح من التغيرات اللي حصلت في سلوك الامطار وارتفاع درجات الحراره والازدياد او طول فترات الجفاف اللي هو الدرايس فيلد خلال السيزون، ويمكن الحاجات دي كلها مجتمعه اثرت يا بروفيسور نبيل في الجيوغرافيكال ديستريبيوشن والسيزون الاباندنس بتاع الانسكت بيست والناتشورال انيميز بتاعتها. ده بيتطلب افتكر دراسه جديده على اساس انه نحدد فعلا التواجد الموسمي والتوزيع الجغرافي بالنسبه للافات الحضريه، عشان على ضوءها تطلع ريكومنديشن جديده تحدد المناطق وتحدد المحاصيل اللي بتتم زراعتها في المنطقه. وبرضه بسال هل التأثير بتاع الرين بيهيفير أو السلوك بتاع الأمطار عنده تأثير مباشر على الأوت بريك بتاع الإنسكت بيست، سواء كانت بتاع صحة عامة أو حشرات زراعية؟ شكرا جزيلا. هادي فرصة ثانية أخيرة لأنه واحد جندر فلازم حتنازل ليها. تفضل يا أستاذ. السلام عليكم، أنا مشعلي محمد أحمد بوتانيست. هو ما سؤال بمعنى سؤال او ما ساينتيفيكلي ممكن يكون سؤال، لكن يعني تعليق. هل نحن بنعتبر الدمج اللي حصل في الانفراستراكشر مثلا اذا اخذنا على مستوى البحوث الزراعيه عندنا جيسين كامل بتاع الكونزرفيشن اللي هو الجينيتيك ريسورس، وي اولموست لوست لايك 95% اوف ذيس سنتر. كيف نحن نقدر to adapt the climate change and ونحن ما عندنا أساسا seed conservation or biodiversity يعني conservation for biodiversity.
how we can adapt the climate change. يعني نحن ممكن نعتبر انه الحرب اللعيبة اللي حصلت دي هي اكثر من يعني تدميرها كان اكثر من الكلايمت تشينج. فانا سؤالي نحن او تعليقي انه احنا محتاجين نبدا من الزيرو تاني ونرجع عشان نمشي تو ادابت الكلايمت تشينج ولا المفروض نعمل شنو؟ ثانك يو. شكرا شكرا للجميع. فرصة متاحة لكم بروف نبيل باشمهندس محمد على الإجابات. طيب بسم الله الرحمن الرحيم. الناس يعني اول صراحه عندي يعني احتجاج على البشمهندس انه ضغطني كثير في الزمن. طيب الاسئله مهندس احمد الزراعيين المصدرمين صراحه واحنا نسعد جدا بوجوده. تحدثت عن التجارب السابقه اللي عملها لما كان شغال مع الجامعه العربيه حسب ما اعرف في كردفان وفي دارفور وفي النيل الأزرق، وتحدث عن مشروع بخصوص حصاد المياه. طبعا من المهم جدا يعني كشخص اشتغل في المنظمات أن نعرف أنه الكلمة السحرية هي sustainability الاستدامة، وهذه واحدة من المحاور بتاعت إكسبو نفسه أنه الاستدامة واحدة من الحياة المهمة جدا الناس شغالة عليها. وأعتقد أنه التجارب السابقة اللي ذكرها مهندس هي تجارب رائدة جدا في مجال السستينابيليتي يعمل بها، وبالتأكيد لها تأثير في المنطقة اللي كان شغال. بروف عبد الماجد يتكلم عن محور الاقتصادي، محور الاقتصادي للتغير المناخي، وقال انه ما كان في له طاقية في هذا الورقتين. وبالتأكيد احنا ما طبعا ما قدرنا نغطي كل المحاور، لكن من المهم جدا ان نذكر ان المحور الاقتصادي يحتاج الى دراسات يعني بخصوص الامن الغذائي، التاثير بتاع التغير المناخي في الامن الغذائي، التاثير بتاع الامن الغذائي في الحشرات سواء كان الحشرات الحيوانات الاقتصاديه او الحشرات الافات الزراعيه. ده كله عاوز بروجكشن، عاوز شغل، عاوز دراسات. فده شغل بتاع بحث علمي. انتوا عارفين بالضبط ان عندنا اشكاليه في البحث العلمي، لازم يكون في بحث علمي متقدم عشان احنا نقدر نعمل تنبؤ اللي بيحصل شنو بعد ده. باشمهندس الطاهر بالتاكيد احنا دعوتك يعني مقبوله، وبالتاكيد حنزور مركز الابتكار. وانا اعتقد انا طبعا فخورين جدا بالجهاز اللي انت ابتكرته في المركز واللي انتشر ان شاء الله واتعرف على نطاق دوله قطر. دكتور حسن مثلا مثال البروف. بالنسبه لاستاذ زوم خالد فارح، مهندس خالد فارح تكلم عن تغير المناخ وانتشاره في السودان. تغير المناخ كما ذكرنا هي منتشره تقريبا في كل السودان، يمكن في كل العالم، لانه مشكله التغير المناخي هي مشكله ليست بمشكله وقت، انما هو مشكله عالم كامل. كيفيه مجابهتها، احنا ذكرنا امس مجابهتها. بعض الحديث لما قال البروف انه من الصعب جدا ريفيرس الدمج اللي حصل. نتكلم عن استراتيجيات التكيف مع التغير المناخي، استراتيجيات انه تكيف مع كيف نتكيف مع التغير المناخي وكيف نحد من تاثيره. يمكن في تجربه واحده انا ما قدرت اكملها، التجربه الاخيره اللي في شمال كردفان بتاعت انه في منطقه متصحره كامله، المجتمع المحلي مع اقتصاد والتعاون مع وزاره الزراعه قدروا يعيدوا زراعة المنطقة المتصحرة دي. واحدة من النماذج النادرة جدا الناجحة في أنه تعمل ريفيرس للدمج اللي حصل في المنطقة بتاعتك. دكتور عبد القادر أيضا من الزوم تحدث عن الأمن الغذائي، وقال أن السودان مرشح أن يكون سلة غذاء العالم كما نعرف جميعا. طبعا الكلام ده يعني كلام إحنا من بدري عارفينه، لكن في إشكالية حقيقية في الموضوع ده. لازم يكون الكلام يعني كلام شويه علمي مؤسس. في مشروع انا ذكرته، مشروع بتاع القمح اللي بتمول البنك التنميه الافريقي، اللي بيرفع انتاجيه السودان من القمح من 600 ألف طن الى 1,200,000 طن تقريبا.
ايوه احنا السودان محتاجين لي 4 مليون طن في السنه، خلينا في الاول ناكل نفسنا، خلينا في الاول نوفر 4 مليون طن قمح، او يحصل تغيير في الغذاء بتاعنا. احنا عندنا الذره والدخن، الانتاجيه بتاعتنا عاليه جدا، استهلاكنا ما بنفس الطريقه بتاع الانتاجيه. لو قدرنا نغير العادات الغذائيه، نستهلك مثلا الدخن والذره اكثر من القمح، بالتاكيد هنعمل توازن في الموضوع ده. طبعا ده موضوع يحتاج الى دراسات كثيره جدا في الموضوع. طيب باشمهندس صالح العجب تحدث عنه، المفروض احنا نعمل خطه. الخطه موجوده وموضوعه، في خطه موجوده الابلاغ الوطني، خطه اسمها الخطه الوطنيه لمجابهه التغير المناخ، رفع سنة 2020 للأمم المتحدة، وذكرنا منها حدثنا عن نقطتين أساسيتين اللي هو في الزراعة وفي الصحة، في الزراعة وفي المياه، وفي نقطة ثالثة عن الصحة طبعا ما ذكرناها لأن احنا ركزنا على الجهتين دي بالذات، لكن الخطة موضوعة وكانت برعاية المنظمة المتحدة للبيئة. المشكلة الأساسية ليست في الخطة، المشكلة في التنفيذ. خطة موجودة لكن التنفيذ، يعني الخطة موجودة وخطة جيدة جدا صراحة، يعني إذا نفذت بطريقة صحيحة نستطيع أن نحد أثر التغير المناخي ونتعايش أو نتكيف مع اللي بيحصل. الموضوع الاقتصادي كما ذكر ردينا على الدكتور عبد الماجد نفس الموضوع. موضوع الأمن الغذائي هيخلي في حتكون في ورقة عن الأمن الغذائي، حسب يعني معلوماتي أنه في ورقة حتكون عن الأمن الغذائي وعلاقتها بالتغير المناخي، يمكن تكون في الأسابيع القادمة قبل نهاية الإكسبو. آخر شيء باشمهندس رشا تكلمت عن الدمج اللي حصل للبحوث الزراعية مثلا في الجزيرة. الدمج طبعا حصل حالات كثيرة جدا، لكن كان نؤمن بأنه العلم ليس له بلد، يعني بالتأكيد هنالك الكثير من المصادر الأخرى للعلم موجودة. إحنا لا نبكي على اللبن المسكوب، المفروض إحنا نبدأ من الأول ونمشي لقدام. يعطيك ألف عافية. شكرا مهندس. بسم الله الرحمن الرحيم. الناس حقه تطمئن إنه السودان عنده ناشونال امبلمنتيشن بلانز لكل الحاجات بتاعت الأمم المتحدة دي، سواء كان بتاعت المناخ، سواء كان بتاعت الملوثات، سواء في كل المجالات في الناشونال امبلمنتيشن بلان، وشاركوا فيها كل القطاعات، جامعات، على مراكز بحثيه، على المجلس الاعلى للبيئه، مع المنظمات الريليفنت، اليونسكو، الدبليو اتش او، الاف او، كل الخطط القوميه موجوده ومفصله وبطريقه علميه جدا جدا جدا، زي ما قال المشكله التطبيق. في جزء منها طبق، يعني الحزام انا شاركت في التدريب فيه 3 مرات، وكان في الوقت ذاك حسن عبد القادر هلال كان وزير البيئه، وكان مشارك معنا فيها شوط كبير. بالنسبه للمصادر الوراثيه اللي حصل الدمج فيها في هيئه البحوث الزراعيه المدني، بتخلي هي اوريدي سيفد، ودكتور طاهر ابراهيم قدر يلين فيها، وعندنا باك اب في اكريسات وفي كاردا موجود، حقاتنا السودانيه موجوده في اكريسات في حيدرابات في الهند، وموجوده في دمشق في حلب في كاردا، حاجاتنا برضه موجوده. بالنسبه للسؤال بتاع دكتور حسن فراج، دي الحاجات الدرست فعلا بالنسبه للاثر بتاع التغير المناخي على الآفات، لكن زي ما انت عارف انه في البيولوجي ما فيش 1 تو 1 ريليشن شيب، يعني ايه تؤدي لـ بي، لا ايه لـ بي لـ سي اذا ان تصل لحاجه، ففي انتر اكشن بين الاشياء. فممكن تدرس 2 فاكتورز مع بعض، 3 فاكتورز، لكن ممكن تدرس 100 فاكتور. فالعلاقه ما بين الكربون والافكت بتاع الجرين هاوس جاسز، والإفكت مثلا بتاع الريلاتيف هيوميديتي،
temperature changes within limit معينة موجود، وتأثيره على الميتابوليزم موجود، وتأثيره على الدسبيرسل وعلى الطيران موجود، لكن من سبيشيز لسبيشيز بيختلف. زي ما انت عارف مثلا البعوضة ممكن تطير 100 متر، لكن الفراشة ممكن تمشي 3 4 كيلو متر. يعني اذا حتضطر تشتغل في الفاكتور ده وفي ديفرنت سبيشيز وفي ديفرنت جيوغرافيكال زونز، فدي شويه صعبه تنتج عنها. فعشان كده هي الحكايه بريدكشن، انت تعمل موديلنج، هذا الموديلنج يوريك مثلا التاثير على الطيران بيأثر عليه A وB وC وD وE. لو تغير اي واحد في ده هيؤدي الى شنو؟ زي قصه الثريشر الايكونوميك ثريشر ليفل بتاعنا. الناتشورال انميز التاثير عليها بيكون اكثر من البست لسبب بسيط، ان هي عايشه معاها في نفس البيئه وبتتاثر بنفس درجات الحراره، لكن في فرق انه البست بيطلع 500 600 بيضه وهي بتطلع بيضه في اليوم، فعشان تواكب دار لها سنين عشان تصل البوبيوليشن بتاعتها الى المستوى اللي رجعها لك ثاني للمستوى اللي كانت فيه لما كانت بتعمل ناتشورال كنترول. فالعدد البيض فيها اقل، التكاثر فيها اقل بالنسبه للبيست، لكن لو ده زاد ده حيزيد، لو زاد الضعف هو برضه حيزيد. وبيختلف طبعا من جينس لجينس ومن سبيشيز لسبيشيز بشغلانه طويله. فعشان كده نحن بنقول انه الحكايه تنبؤ اكثر من انها شيء ثاني. ما اعرف كم سؤال ثاني على الحقيقه. الداير طبعا تلميذي في الماجستير والدكتوراه ودارس لخني ما بنسى الدكتوراه. ف يعني انا بتوقع انه بالذات في المناطق اللي انت كنت شغال فيها قضارف، وقضارفكم دي مقسمه الى ثلاثه، الشمالي برا والاوسط برا والجنوبي شرق وغرب. يعني جات الفشقة والبتاع دي كمان براها والجزء دي براها. تمسك نفس القصة في النيل الأزرق، المنطقة الشرقية والمنطقة العربية برضه منقسمة لاثنين جنوب وشمال، والسويل مختلفة والرين فول مختلف والبيست كومبلكس مختلف، والنو هاو بتاعت المزارعين مختلفة. طيب هسه السنة دي الشمالي بتاعكم في القضارف احسن من الاوسط في الامطار، ناس المنطقه الجنوبيه كان وقفوا زراعه العيش والسمسم عشان الغيوم كانت رهيبه جدا، السمسم حساس تعرف للاضاءه، وقامت الهاموش بتاع الرقم ضربه السمسم فبطلوا لهم سنتين مزرعه. السنه دي الغيوم قلت زرعوا ونجحوا جدا والحمد لله، عملنا سقانا للسيد تريتمنت عملناها معاهم هناك ونجحت نجاح شديد. الحكايه تحت الابيض والدراسات اللي انت عملتها في التكنولوجي التقانات التقانات للزراعه، المشكله المزارع مقتنع ان التكنولوجي هو اساس، انه بالذات في الرين فيت اللي هي تقريبا 96%، يعني بيزرع 55 مليون فدان مطري، حوالي 5 مليون او اقل مروي. المروي بيستخدم التكنولوجي لانه الحكومه بتسمع بعدين بتيجي تخلص منه. الرين فيت ده بيزرع المزارع بيصرف المزارع، مشكلته حاجتين فاينانس والماركتنج. البيبول منو؟ البنوك بتمول الكبار ونفس الناس وكل سنه، الصغار ده اللي هو عنده 100 فدان ما بيشتغلوا بيت. عشان كده نحن انا اشتغلت حاليا في سي تي سي اللي هي مراكز نقل التقان، نركز المزارع انه يتبنى التقانات من تحضير التربه واستخدام الهربسايد والبذور المحسنه والاسمده المختلفه للحصاد، لكن ما عنده قروش. والتقانة متوفرة عند البرايفت سيكتور، والبرايفت سيكتور ما هو عايز التاجر الديك ترجع لي، والمزارع السوداني ما شاء الله ياكلك في دقائق.
هسه في الغدارة بقى في جمعيات النسوية نجحت نجاح باهر. هسه البنوك بتدي المزارع بتاعت النساء ما بتدي مزارعين الرجال. لكن السنة دي ما حيكون في انبوتس. كل الشركات قفلت فعمليات مدخلات أسمدة مبيدات ما فيش ولا حاجة. كلنا جبنا حاجات وقفلناها في بورتوغال وقعدنا. السنة دي الصيف ده تزرعوا بشنو؟ اللي بيستغلوك الثاني وتستنوا بركة من فوق. لكن ما في شركة حتجيب لها علبة مبيد واحد ولا شوال بتاع اسمه طماط واحد. قاعدين كلهم موجودين. بس شكرا جزيلا بروف نبيل، شكرا جزيلا باشمهندس محمد على كل الإجابات المقنعة بالنسبة لي. في النهاية احنا بنشكركم كثير على صبركم وقعدكم معانا أكثر من ساعتين، وكثر خيركم كثير بحضوركم وجودكم بجد أفرحنا وسر الجناح بتاع السودان. ولأول مرة احنا بنحضر محاضرات تقريبا بيكون في كم هاي ده من الناس اللي بتحضر بيكونوا كلهم الصف الأول. شكرا لكم كثير. بنشكر رابطة دكتور النور دفع الله، رابطة سباق، محترفي التكنولوجيا والمعلومات والاتصالات اللي هم قاموا على موضوع التواصل بتاعنا بالزوم. وشكرا لكل الحضور اللي أثر النقاش بالنسبة لنا، وإن شاء الله نلاقيكم في ندوات أخرى مصاحبة لجناح السودان هيتم إعلانها في صفحة لينا إكسبو فعاليات جناح السودان في الفيسبوك. شكرا لكم كثيرا.